وللنقاش حول تورط الميليشيات الموالية لإيران في ملف المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. أهلا فيك دكتور. حسب صحيفة ذا إندبندنت فإن الميليشيات الموالية لإيران في العراق متورطة في إدخال المخدرات إلى العراق، ما هدف إيران من إغراق العراق بالمخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين وستبقى الرافدين شوكة في عيون كل من يحاول النيل منها ومن الرسالة الإعلامية التي احتاجتها منذ بدايتها ولحد الآن. عودة إلى جواب سؤالكم، إيران تهدف إلى تدمير العراق بكل مفاصله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى العقائدية، والعقائدية هي الأساس حقيقة لتحركها وإعادة ما يسمى الحلم الإيراني بإعادة الإمبراطورية الفارسية في العراق، ومن ثم التمدد إلى الوطن العربي أو الدول العربية الأخرى طامحة في ما يسمى بالهلال الشيعي الجديد أو تصدير الثورة الإيرانية التي هي تحمل الطابع العنصري الواضح والتي تستهدف المواطن العربي في كل هذه الأماكن. والمخدرات هي أحد أركان التمويل والتخريب بنفس الوقت للمجتمع المستهدف، وإيران وضعت خطة من خلال الأحزاب الحاكمة والميليشيات وتأسيس أذرع عسكرية في هذه الدول اللي هي وضعت على خطة 50 سنة. هذه الخطة بمناسبة وضعت قبل الاحتلال الأمريكي في عام 94 أو 95، هي خطة تصدير الثورة بالأسلوب الجديد، ووضعت 50 عاما لهذا المسلسل يستهدف 5 دول عربية على رأسها العراق ومن ثم الشام ومن ثم دول أخرى في المنطقة مذكورة في هذا الملف. نعم، الملف الأكثر خطورة هي عندما دخل الاحتلال الأمريكي وجد ضالته في إيران، أو وجد ضالتها إيران في هذا الاحتلال لكي تنفذ ما خططت له، استهداف الشباب والعناصر التي يراد تخريبها وتخديرها عن طريق هذا البلاء الذي يعتبر من الجرائم الحقيقة التي يعاقب عليها القانون في كل دول العالم، وكل دول العالم لديها أنشطة أمنية واضحة في الحد من انتشار بيع المخدرات، إلا في العراق أصبح الأمر غير مسيطر عليه وأصبح الأمر واضح وعلني، وتجارة المخدرات والسيطرة على المخابر الحدودية مع إيران هي من نعم، وهذه إحدى المشكلات الكبرى دكتور. يعني دور الميليشيات في عمليات إدخال المخدرات للعراق من خلال المعابر وغيرها، وفي نفس الوقت عدم بذل الجهد المطلوب من الحكومة للسيطرة على انتشار هذه المخدرات. احنا حقيقة في العراق لا توجد لدينا شيء اسمه حكومة، لأن يوجد لدينا ميليشيات مسيطرة على البلد، أما المسميات الأخرى فهي لغرض الابتزاز والاستهلاك المحلي ودفع الرواتب للأحزاب التي تسيطر على مفاصل الدولة العراقية بالفساد والإفساد. أما الحكومة بمعناها لا الاصطلاحي ولا المعنوي ولا حتى القريب إلى حتى اللغوي، لأن الحكومة من الحكمة ولا حكمة في أن يأتي العميل ويسيطر ويوزع المناصب على بالبيع والشراء كما هو معروف. فبالتالي الحكومة هي شيء مستبعد في هذا البلد. هناك مجموعة من الأشخاص كانوا يعملون سراق وقطاع طرق ولصوص وعملاء للأجنب، يأتوا إلى الحكم في العراق ووزعوا المكاسب والمناصب فيما بينهم، وبالتالي المواطن أصبح فريسة لهذه الأحزاب. وما يعانيه العراق الآن من فساد ومن ركود اقتصادي ومن تدمير في كل المجالات الزراعية والاقتصادية، لا يوجد عمل. توجد، أنا أقول لك، انتشر في العراق بشكل كبير هي التخريب المتعمد لهذا الجيل والأجيال القادمة من خلال تخدير هذول الناس ونشر هذا الوباء الذي كان من العراق يعتبر من أنظف دول العالم في محاربة المخدرات. ومعروف هذا الكلام ليس ادعاء، وإنما هذه حقيقة. كانت المخدرات شيء
من أشد الجرائم يعاقب عليها المروجون. نعم دكتور، يعني كما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بالحكومة، يعني نستذكر هنا ما قاله رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي كان له رأي آخر في الحقيقة عندما سئل عن الاتهامات الموجهة لإيران والميليشيات الموالية لها في هذا الشأن. قال إن الأرجنتين هي من تدفع بالمخدرات إلى العراق، وهذا التعليق طبعا قد نسمعه من مسؤول حالي أو مسؤولين حاليين في العراق، يعني ليس تعقيبا نادرا في الحالة العراقية. يعني نحن نعيش مرحلة من مراحل لا دولة. يعني حقيقة المشروع الإيراني إفراغ العراق من حتى الهيبة الشكلية للدولة هو الذي جعل هذه جعلت معارك تدور ما بين الميليشيات وما بين المتنفذين وبين الأحزاب على المعابر الحدودية لا تستطيع الدولة السيطرة عليها. نحن يعني لا توجد دولة في الكون إلا مهما ضعفت قواتها العسكرية أن تكون هناك جهات خارج عن القانون هي تسيطر على منافذ الحدودية مع الدول الأخرى، وخاصة دولة لدينا معها حقيقة زمن طويل من التدخل الإيراني في الشؤون العراقية والعربية وخاصة بالعراق، لأنه نحن نعاني من هذا الجار منذ 4500 سنة. يعني ليس الأمر جديد، وحتى قبل الإسلام 11 قرن احتلت الإيران العراق، والآن من خلال كل الأساليب التي تتبعها الحكومات الإيرانية المتعاقبة تعلن صراحة أنها لديها الرغبة في العراق، وبالتالي أي وسائل للتخريب لن تدخرها الحكومات الإيرانية المتعاقبة بالرغم من تعدد أشكالها وألوانها. في المقابل يعني محاولات المسؤولين أو بعض المسؤولين في العراق دفع التهمة عن إيران وعدم إلصاق الاتهام بها، ومن الواضح أن هناك يعني أطنان من المخدرات تدخل عن طريق المعابر وعن طريق الميليشيات التي تدير هذه المعابر. اسمع مني هذا الكلام، سمعته من أحد الأشخاص في 2004 في 2003، قال توجد حسينيات تابعة لإيران في محافظات عديدة في العراق تستخدم لتخزين المخدرات. نحن أنا من المتحدث لم أصدق ما سمعت في ذلك الوقت، لأنه من غير المعقول في عقولنا التي كانت تعرف مدى خطورة هذا الأمر أن تصبح الأماكن العبادة هي أحد أماكن الاستهداف الإيراني اللي من خلالها تقوم بتوزيع هذا البلاء على الشعب العراقي. قضية مرتبطة بكثير من الأمور السياسية، لأن هؤلاء الناس الذين أتت بهم إيران هم قاتلوا جانبا إلى جنب مع إيران بالثمان سنوات، فماذا تتوقع منه؟ هل يرحم الشعب العراقي؟ دكتور عفوا للمقاطعة، إذا كانت مفوضية حقوق الإنسان تقول إن العراق يواجه أزمة خطيرة بسبب انتشار المخدرات، لماذا تصمت أو تسكت أحزاب العملية السياسية على هذه الجريمة؟ لأنهم هم قادة هذا الفساد، فمن الذي يحارب الفساد إذا كان هم قادة الفساد؟ هذه اللجان التي تصرح هنا وهناك هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم يعرفون جيدا أنهم يريدون أن فقط يبعدون التهمة عن أنفسهم وأنهم يبرئون أنفسهم من هذا العمل. الكل مش يعرفون والكل مشتركون في هذه الجريمة، لأنه عندما تشخص هناك خلل يجب أن يكون هناك إجراء لإصلاح الخلل، أما أنه الذي يشخص الخلل هو جزء من منظومة الفساد هذه، هذا الكلام هدفه إعلامي. نعم. وليس تشخيصي حقيقي، لأنه الحقيقة شكراً. بعيدة عنها. شكرا دكتور هلال الدليمي الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من عمان.